أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في المنتصف من القناة التاسعة. وكالعادة نبدأ من فلسطين. في اليوم 203 من الحرب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق بوسط وشمال قطاع غزة، مما أسفر عن شهداء مدنيين ونسف مربعات سكنية بكاملها، بينما تتواتر التحذيرات عربيا ودوليا من عواقب اجتياح محتمل لمدينة رفح التي تأوي نحو 1.5 مليون نازح. وفي الضفة الغربية المحتلة نفذت قوات الاحتلال اقتحامات جديدة تخللتها اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين بنابلس. في غضون ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فريق التفاوض الإسرائيلي قدم لمجلس الحرب مقترحات تتضمن مرونة أكبر في موقف تل أبيب من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار. توسعت الاحتجاجات على جانب آخر الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة لتشمل العاصمة واشنطن وولايات أخرى. وبينما اعتقلت السلطات مئات المحتجين، نددت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين ومن لوس أنجلوس إلى نيويورك وواشنطن مرورا بأوستون وبوستون وشيكاغو وأطلانتا. تتصاعد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، وشملت الاعتصامات والمظاهرات جامعات مرموقة عالميا مثل هارفارد وكولومبيا وبرينستون، وهو ما يعيد للأذهان الاحتجاجات على حرب فيتنام التي أثارت هذه الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية الأمريكية. وفي حين ندد البعض بحدوث تجاوزات تشمل معاداة السامية، حذر البعض الآخر من انتهاكات للحرية مع لجوء بعض الجماعات للقوة وفض الاعتصامات واعتقال مئات الطلاب بل والأساتذة أيضا في هذه الاعتصامات. حول هذا الموضوع سيدنا نرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي. أستاذ ياسر بداية أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. أيضا سيدنا نرحب بضيفي الدكتور مأمون أبو عامر المحلل السياسي عبر سكايب. دكتور مأمون بداية السلام الله عليك وأهلا وسهلا بك. حياكم الله مشاهدينا الكرام وضيفك الكريم استاذ الدكتور ياسر. اهلا بك. اذا ما بدات من خلالك دكتور مأمون، اذا ما تحدثنا على ان وفد دوله الاحتلال الاسرائيلي يتحدث عن مرونه اكبر من اجل اقامه هدنه بينه وبين او حلا لوقف اطلاق النار بينه وبين حركه حماس، ما هي المرونه المتوقعه من دوله الاحتلال اذا ما كان بها بنيامين نتنياهو الذي يحاول الحفاظ على حياته السياسيه باطاله امد الحرب؟ حقيقة أي مرونة سياسية تحدث عنها نتنياهو يعني غير مفهوم بدون أن تكون هناك شروح واضحة أو تكون بيانات واضحة ومسلمة للأطراف الفلسطينية وللوسطاء. بدون أن تكون هناك خطة متكاملة، لا أعتقد أن ممكن الاعتماد والتعويل على ما صار به نتنياهو من مرونة. لأن يعني حتى أعضاء الوفد المفاوض الإسرائيلي لا يعتبر أنه يمتلك مرونة، فهذا يعني بشكل أو آخر دائما السياسة الإسرائيلية من نتنياهو يعطي مرونة في الصباح وفي المساء يلغي هذه المرونة، وحتى عندما يقدم مرونة فهو يقدم يعني قيد أنملة، يتقدم خطوات ثم أحيانا يتراجع في 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 خطوات لاحقة ثم يقدم مرة أخرى، يعني حتى تكاد أن المفهوم من نتنياهو أنه لا يريد أن يتقدم بالصفقة مطلقا. هذا قرار نتنياهو الأول والأخير ما لم يأتي إشارات جديدة. الإشارات كلها تؤكد أنه لا يريد الصفقة، وحتى لو قبلت حماس بشرطه، وأنا قلت في مقابلة في قناتكم حتى لو حماس قبلت بشرط عدم وقف إطلاق النار النهائي وقبت وقف إطلاق النار مؤقت حتى يتم الصفقة، فلن نتنياهو لن يقبل بذلك. نتنياهو يريد أن تستمر الحرب فقط، هذا الخيار الذي يمتلكه وهذه الرؤية التي يمتلكها. طيب برأيك دكتور مأمون، هل تغير الموقف الأمريكي الآن في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ودعمه، إذا ما تحدثنا على أن أمريكا تقول بأنها ستنزل عقوبات على 3 كتائب إسرائيلية قامت بأعمال وحشية كما وصفتها في قطاع غزة؟ يعني كأنها تحاول أن تصغر المسألة، كأنه في كتائب وتحديد المسألة في كتيبة هنا وكتيبة هناك وكتيبة نتسح يهودا في الضفة الغربية، هي الإدارة الأمريكية معزولة عن الواقع، تحاول أن تغير المجرى الحديث
هناك جريمة ترتكبها دولة وليست كتيبة، هذه الكتيبة أداة من الأدوات أدوات الدولة، وكل الفرق الإسرائيلية ارتكبت جرائم. لماذا يتم اختصارها على كتائب؟ لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يعاقبوا الجيش الإسرائيلي كله أو دولة إسرائيل، يريد أن يعاقبها. ما معنى أن تعاقب كتيبة؟ يعني أن هذه الكتيبة ماذا سيكون عقوبتها؟ تحرم من التمرين مع الجيش الأمريكي، أو تحرم من تكنولوجيا أمريكية معينة، لا أكثر ولا أقل يعني، ليست، أو يمنع بعض أفراد قادتها المعروفين من الدخول الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا قيد يعني نهاية الأمر يعني، وحتى يعني لحتى الآن لم يعلن عقوبات حتى على يعني، هذا في أكثر الأمور يعني، لم تعلن حتى الآن في أي عقوبات على قادة الألوية الإسرائيلية، يعني العقوبات بالشكل الشامل، أي عقوبات يعني لا معنى لها، يعني تكون على كتيبة وليس فرقة. وبالتالي هذا يعني يشير إلى أن الأمور يعني غير واضحة، وتهرب من المسؤولية وتقزيم للمسؤولية في الولايات المتحدة الأمريكية، كأن هناك يعني هي تحاول أن تصور ما يفعل في قطاع غزة بأنه ليس سلوك دولة وليس سلوكا منهجيا، هو سلوك بعض القادة والضباط في الميدان، وهذا انحراف عن ما حدث، لأنه ما يحدث هو سلوك دولة ومنهجية دولة. وبالتالي يعني هذا يعني عذر أقبح من ذنب.